المجموعة منذ البداية اللي هي ماركة بالشعار مطار بن غدير بن سعيد الكتبي، تليها في المركز الثاني سرابة لعلي بن سعيد بن راشد الراشدي، ومع المركز الثالث التسلل في هذه اللحظات من غية وغدير بن حميد بن عثيث الراشدي، من يعلن هذا الانطلاق مع المركز الثالث. رابع التحديات القدوم والتنافس ايضا مع المركز الرابع، ارى الانطلاق المثير. نتابع التحديات من مياسه راشد بن خليفه بالمر النيادي، ومع المركز الخامس القدوم والتسلل من سلام سالم بن سهيل بالشرقي العامري، بينما انطلقنا مع المركز السادس، بقرة التحديات من نصيبه لسيب بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري، ومع المركز السابع، القدوم والتحديات ايضا القادمه في هذه اللحظات مع هذه الاسامي مع هذه الشعارات المتميزه. نتابع التسلل، نتابع لمحه لعبد الله بن عتيج بن عبيد الرميثي ايضا، من يتابع هذا الانطلاق المثير. ومع المركز الثامن، ارهني ايضا دموع حمد بن هلال بالزفنه العفاري، من يتابع انطلاق الدموع مع المركز الثامن والتاسع. مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز التاسع من الجانب الآخر أرى هناك أيضا شعار مطر بن عيد بالكوس، وعاشر التحديات التسلل لنصيبة من بدأت تتسلل في هذه اللحظات، ولكن أرى هني اسم جديد بدأ يتدخل في هذه اللحظات اللي هي حشمة محمد بن راشد بن قحيد المهيري، من يتابع انطلاقة حشمة مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، ندانا الأول، للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، يا سلام، وأرهني ماركة من انطلقت بناموس هذا الشوط وبهذا الاندفاع المثير. مطر بن غدير بن سعيد الكتبي، من يتابع انطلاقة ماركة على رأس الحرب، تندفع منذ البداية، تقود المجموعة باندفاع مثير بتحدي جميل. يا سلام يا سلام يا سلام، ننطلق مع المركز الثاني. نتابع ثاني التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، وارى التسلل، مع المركز الثاني. ارى هني الظبي من بدت تتسلل في هذه اللحظات، محمد بن مسلم بن هيه العامري، من يتابع انطلاقة الظبي مع المركز الثاني. المركز الثالث القدوم، يا سلام، نتابع التحديات القادمة، نتابع التسلل، مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرهني اللي تدخلت في هذه اللحظات. نتابع دموع من بدأت تتسلل، حمد بن هلال بالزفنة العفاري مع المركز الثالث. ورابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الرابع، التسلل انطلاقة أيضا انطلاقة الطيار من بدأت تتسلل في هذه اللحظات مع المركز الرابع، ولكن ينخطف من الخوار، راشد بن سالم بن محمد الشامسي. وأرى هني حشمة بدأت تنطلق مع المركز الخامس، محمد بن راشد بن قحيد المهيري، ومع المركز السابع، التسلل، مشاهدينا متابعين الكرام، من سرابة لعلي بن سعيد بن راشد الراشدي، ولكن من الجانب الآخر أرى هناك الصعيبة، من بدأ تدخل في هذه اللحظات، وعبد الله بن محمد بن يابر من أعلن هذا الانطلاق والقدوم. مشاهدينا متابعين الكرام، من مياسة لحمد بن حميد بن سالم الدرعي، ومن الجانب الآخر هناك أيضا الشاهينية بشعار مبارك بالرغش بن طبازة العامري، من ينطلق مع هذا الأداء المثير. يا سلام، المركز التاسع، أرى التحديات القادمة من أفكار خلفان بن سيف الغويس، ومع المركز العاشر، منصورة لعمير بن حزمي بن قناص العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن بدينا أيضا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط، ونعود مع الماركة، من تقود هذه
الجموع وتسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط منذ البداية. مطر بن غدير بن سعيد الاكتبي، من يتابع من يتابع انطلاقة ماركة ومركز كل التركيز مع هذا الانطلاق المثير، مع هذا الاندفاع الجميل اللي تقدمه ماركة. ماركة في السبق والأصالة تندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية وهي الأقرب، ولكن أرى التحديات من الشاهينية لمبارك بن رغش بن طبازة العامري. من يتابع هذا الانطلاق الجميل، وأرى القدوم أيضا التسلل. نتابع شعار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، من أعلن هذا الانطلاق واللحظات الأخيرة العد التنازلي لمجريات هذا الشوط. يا سلام، والماركة على الصدارة تقود المجموعة مع هذا المنظر الرائع. يا سلام يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة هل تصمد ماركة على مقدمة هذا الشوط رغم الضغوطات القادمة. نتابع نوادر لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي يفاجئ الجميع في اللحظات الأخيرة. ومن الجانب الآخر الشاهينية لمبارك بن رغش بن طبازة العامري، اللحظات الأخيرة، وأرى شعار بالحزم قادم، ولكن الشاهينية اللحظات الأخيرة الشاهينية، ولا نوادر في اللحظات الأخيرة. تهانينا لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي على فوز نوادر بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية لمبارك بن رغش بن طبازة العامري، أو المركز الثاني اللي فاجأتنا العمير بن حزم بن قناص العامري. المركز الثالث لمبارك بن رغش بن طبازة العامري تصل مع المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات كانت في اللحظات الأخيرة، والمركز الرابع كان القدوم أيضا من أفكار لخلفان بالسيف لغويس، والمركز الخامس الدانة لسعود بن علي اليابري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول نوادر إلى خط النهاية، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 48 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والسلام يا سمحة سلام، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. الدخول كان جماعي مشاهدينا متابعينا الكرام من حيث الأعضاء خط النهاية. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لعمير بالحزم بن قناص العامري. التوقيت الزمني 7 دقائق 49 ثانية، جزئين من الثانية. والتهاني أيضا لمبارك بن رغش بن طبازة العامري. تهانينا لجميع الفائزين بهذه الانطلاقات في هذه التحديات المثيرة. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا.